مشاهدي قناة بيستارز، أسعد الله وقتكم أينما كنتم. 22 جويليا هو يوم مميز لكل الناجحين في شهادة البكالوريا، وها هي نورهان صغيد تحتفل بنجاح أختها آية صغيد رفقة عائلتها وأصدقائها. لاحظت ما قبل النتيجة، لم تكن سهلة على آية وعلى كل الممتحنين. آية جابت المايك. آية جابت المايك وانا لا بس. آية جابت المايك. بدأت الجيد كتر أولال، وصدفة تنضم إلى المجموعة، واحتفلت هي الأخرى بأخت نورهان صغير. هاي كوثر، واي كوثر، أنا هاي ليكيب غو، دونك مرسي دونك مرسي بوكو على الميساج تاعكم، وكاين بزاف لي ميساج ما بغيتش نريبوندي عليكم كاع. دونك أنا كاع فرحانة، أنا خرجت عندي فيلو وصباح أنا ندورو تلاقيت مع كوثر كيما شفت في ستوري تو. ونحن كقناة بيستارز نقول لكل الناجحين ألف مبروك، ولكل الراسبين حظا أوفر في المرات القادمة إن شاء الله. ومني لكم أحلى سلام.